عم. ليش هربت من الترويقة بسرعة؟ لا ما هربت، بس طلع ارتاح شوي وراجع. منك عبعضك؟ أبدا بالعكس، أنا بس شوفكن مجمعين على بعضكن وفرحانين سوا بيكبر قلبي وبفرح كمان. وأنت إلك فضل بهالشي؟ يعني لما فتت على عائلتنا عملت زلزال، بس ما دمرت شي، بالعكس رجعت كل الحجر على مطرحه. بدي أقولك ميرسي على كل اللي عملته معنا، وعن جد أنا تعلمت منك كتير. بعتذر إذا الفترة الماضية كل تركيزنا كان مع الماما وما اهتمينا فيك مثل ما لازم. أنت منك ضيف بهالعائلة ومنك بس جوزة للماما. متر عادل، أنت بغلاوتها عنا، وعم قل لك هيدا الحكي من قلبي. فيني خبرك؟ أكيد. بيبي أنت؟ ليلى، شي يوم أنا وأنت رح نوقف هون ونتفرج على أولادنا. أولادنا؟ يعني رح يكونوا كتار؟ أكيد، يعني أقل شي 5. عادل، ما تحلم كتير. ما أنا عايش كرمال أحلم. وتحقق هالشي يا ليلى. شوفي، صار عنا 5 أولاد.